خلونا ناخد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام لمجلس الآثار المصري. دكتور مصطفى مساء الخير. مساء الخير يا دكتور خالد، ومساء الخير للسادة المشاهدين، وأنا بشكر معاليك كثير الشكر على المقدمة الوطنية المخلصة المصرية الخالصة في اللي حضرتك الكلام اللي قلته مش لسانك، مش من لسانك، ده اللي قلته من قلبك، وأعتقد إنه وصل لقلوب المصريين الوطنيين. يا دكتور في هذه الحالات يتم الرجوع للجهة الشرعية، الجهة الرسمية، ما فيش حد من مصلحته إنه يخبي حاجة. حضرتك وزارة الآثار وحضرتك تستطيعون وحدكم أن ترفعوا تقرير رئاسة الجمهورية للنيابة العامة للشعب المصري أيضا، ماذا حدث اليوم؟ ده اللي حصل يا دكتور خالد. بعد ما هي في تمام الساعة الواحدة والنصف تقريبا، والعملية ما استغرقتش ولله الحمد أكتر من ساعة، والشكر كل الشكر للحماية المدنية والقيادات كلها اللي ما تأخرتش لحظة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، القوات المسلحة اللي بعتت طيارة عشان برضه تطفي في حالة إن انتشر الحريق كده ولا كده ولا كده، الحمد لله ما زادش عن 20 متر، ووضح تاني وبصوت عالي وواضح شدادات معدنية تربطها خشب اللي اسمه الواح البلطي اللي الناس كلها عارفة الكلمة دي كويس جدا، الشدادات والواح البلطي هي اللي اتأثرت. تاني حاجة في الفوم العازل اللي هو مساحة تقريبا يغطي مساحة 20 متر، ده اللي حصل بالظبط ألسنة اللهب لما طلعت، الحمد لله. أضيف على كده إنه مفيش عامل، مفيش عسكري، مفيش جندي، مفيش ضابط، مفيش أي حد أصيب حتى باختناق ولا أي حاجة من الكلام ده ولله الحمد. أؤكد على كلام حضرتك في المقدمة الهايلة بتاعتك إنه وسائل الإعلام للأسف 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 الخارجية كانت جميلة جدا. احنا عملنا البيان يا دكتور خالد، عملنا البيان باللغة العربية وعملنا البيان باللغة الأجنبية. هاي. احنا بنتكلم على تراث طبعا، وفعلا الكلام ده كله في كم مداخلة حصلت من بعض الدول الأجنبية معايا، والحمد لله كان استفسارهم للطمأنينة دلنا، راحوا للمصدر تأكيدا لكلام حضرتك بالضبط، راحوا للمصدر دلنا وضح لنا ايه اللي تم بالظبط، حصل كذا كذا كذا. الحمد لله احنا فعلا وصلت لنا المعلومه دي بالظبط وحبينا نتاكد منها، لكن دون مغالاه ودون افصاح ودون 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 الكلام اللي هو منتشر على وسائل ده الـ عمل الـ مؤسسي الـ دقيق، وهكذا تدار الامور. وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.